رومانيا تمنع ضباطا من النمسا من حضور اجتماع للناتو. برلمانية تنتقد وزارة الداخلية بسبب نقص الخبرة في محكمة اللجوء. ضابط نمساوي يكشف حالة العنف المفرط بين مهربي البشر. حزب الحرية يشكك بأساليب المخابرات في مواجهة الإسلام السياسي. تركي يطيح بآخر بعد أن طالبه بإعادة 50,000 يورو. وامرأة تستدعي الإسعاف بعد نفاذ ورق الحمام لديها. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. منعت رومانيا مشاركة النمسا في اجتماعات للناتو ردا على استخدام النمسا حق النقض ضد انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن. واضطر ضباط النمساويين لانتظار تصاريح الدخول إلى اجتماعات حلف الناتو في بروكسل، وكان رئيس الوزراء الروماني قد حذر من تحمل النمسا للخسائر إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي بشأن شنغن، وشدد متحدث باسم الناتو على تقدير النمسا كشريك طويل الأمد في الناتو، وقال: نعول على رومانيا والنمسا حل أي قضية ثنائية قد تؤثر على نشاط الضباط النمساويين في مواقع الناتو. أثارت المتحدثة باسم حزب النيوز المختصة بشؤون اللجوء ستيفاني كريسبا تساؤل حول جودة إجراءات اللجوء بسبب قرارات الرفض وتعديلها والتي تستنزف دافع الضرائب في النمسا. وتراجعت طلبات اللجوء في النمسا بشكل حاد خلال أغسطس، حيث تم تقديم 6,958 طلبا، وهو أدنى مستوى لهذا العام، وانخفاض بنسبة 53% مقارنة بالعام الماضي. وكان السوريون والأفغان والمغاربة الأعلى بين مقدمي الطلبات، وبررت وزارة الداخلية بأن الخلل يعود إلى التدريب المستمر لتحسين أداء القضاء، حيث طالب الحزب بتحسين إدارة التدريب لتقليل الأخطاء في إجراءات اللجوء. كشف العميد جيرالد تاتسكيرن المتخصص بملاحقة مهربي البشر في النمسا أن المهربين لديهم تعليمات بصدم سيارات الشرطة النمساوية في حال تمت مطاردتهم. وأشار تاتسكيرن إلى تصاعد محاولات هروب المهاجرين بطرق خطيرة، حيث يسعون في الغالب إلى الوصول إلى ألمانيا، ويتلقون المهربون من كل شخص مبالغ تتراوح بين 2,000 و4,000 يورو. وقال: لدى المهربين أمر بالاقتحام بأي ثمن دون التوقف، لذلك نوجه تعليمات للضباط بأن لا يقفوا أمام مركبات المهربين عند إيقافه. يخطط حزب الحرية في النمسا لبدء حملة في البرلمان ضد تنظيمات الإسلام السياسي ومساءلة المخابرات حول آليات عملها بهذا الخصوص. وأشار الحزب إلى أنه سيقود حملة تتضمن طلبات إحاطة للحكومة حول مكافحة تنظيمات الإسلام السياسي، حيث وصفه زعيم الحزب في النمسا العليا مانفريد هايم بوشنا بأنه التهديد الرئيسي في البلاد ويجب التحرك ضده. وينوي الحزب استعراض أساليب مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب في الملف، ويريد متابعة أنشطة الجمعيات المرتبطة بالإسلام السياسي. قام تركي بقتل آخر بثلاث طلقات أمام العديد من الأشخاص ليلة الأحد في فينا نويشتات، وذلك بسبب خلاف مالي بين الشخصين. وفور وقوع الجريمة هرب التركي إلى المجر، ولكن تم اعتقاله صباح الأحد بناء على مذكرة اعتقال أوروبية، وتبين أن الضحية أقرضت 50,000 يورو للقاتل الذي أفلس مؤخرا، وبالتالي تصاعد النزاع أمام السينما سينابليكس وأسفر عن مقتل الضحية وفرار المتهم إلى المجر، ومن المتوقع تسليمه إلى النمسا لمتابعة الإجراءات القانونية. اتصلت امرأة مسنة بالإسعاف وأبلغتهم أن هناك حالة طارئة في دورة المياه، وبعد الوصول تبين أن ورق الحمام قد نفذ منها. وقال متحدث من مركز الإنقاذ في فيينا أن المئات من الاتصالات ترد إليهم يوميا، ولكن ليس كلها حالات حقيقية. وأضاف المتحدث بأن هذا النوع من الحالات الغير طارئة يزداد حدوثه بشكل متكرر ويضغط على فرق الإنقاذ، مشيرا إلى أنه في العديد من الحالات ترفض شركة التأمين تسديد النفقات
وبالتالي يتورط المتصلون بدفع المئات من اليوروهات. كانت هذه نشاطنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.